في إطار برنامج وزارة الثقافة المتعلق بليلة الأروقة في دورته 13، احتضن المركز السوسيوثقافي ليكسوس بشارع البحنيني معرضا تشكيليا جماعيا من تنظيم جمعية الفضاء التشكيلي وبتنسيق مع القسم الثقافي بجماعة العرائج والمركز الثقافي الإقليمي. كان دارج هذا المعرض ديال الفنون التشكيلية المسمى ليلة الأروقة، اللي هو مشروع ديال يعني تنظيم معارض على الصعيد الوطني من طرف وزارة الثقافة في دورة 13 اللي كيشاركوا فيه واحد تلة من الفنانين مدينة العرائش. بهذه المناسبة هذه حاولنا أننا نديروا واحد التنوع في الأعمال وسمينا المعرض اختلاف وتناغم، أو تنوع وتناغم، بحكم أن جميع الفنانين المشاركين عندهم أسلوب ديال الاشتغال كيختلف من فن الآخر، وكذلك من ناحية ديال المادة ولا من ناحية ديال الطيمة أو من ناحية ديال المواضيع. أنا كنعتبر بأن الفن هو واحد الحاجه اساسيه بالنسبه للمجتمع، ما يمكنش يتنمى المجتمع الا ما كانش الفن، لانه اعتبار زياره واحد المعرض هو نفس الشيء كواحد زياره واحد المكان طبيعي ولا واحد المشي في واحد المحل اللي هو ديال الغابات ولا ديال كيرتاح فيه الانسان. اذا الفن كيلعب نفس الدور. الان علماء اخترعوا على انه كاين بعض الامراض بحال امراض الاكتئاب وداك الشيء كتعالج اطار الزيارات ديال المعارض والزيارات ديال المتاحف ديال الفنون التشكيليه. الفضاء هو جميل بزاف، عطاك المعرض التشكيلي عطا رائع، لاك غوشاش كان مدروس مزيون بالنسبه للواحات ولا بالنسبه للالوان كيفاش تحطوا قدام بعضياتهم الى اخره. اللي هي عبارة عن دي فيزاج، أكثرية خدمت دي فيزاج، وأنا واقف هنا قدام واحد اللوحة اللي هي قديمة بزاف كنشارك بها، اللي احنا عمرنا ما تشوفوها بعض المشاركين معايا، واللي هي كانت ديال واحد خاصة شي واحد وجابت باش نوريوها للدراري. فالأعمال ديالي فهي كاملة كتعتمد على الشيء الأساسي الواحد، وهو من غير أن كاين الرأس والصورة والوجه، فهي الاعتماد الرئيسي وهو على اللون في التناقضات ديالو التباينات ديالو بعضياته. بعض الفنانين هنايا كل واحد كيفاش كيخدم يعني التقنية ديالو الخاصة، وحاولنا نديرو هاد المشاركة هذا لكي نخلقوا واحد النفس. وجه متعدد الألوان اللي هي هو الواقع اللي دابا عايشيناه. لا ماتيير هذا بابي ماشي كيتخدم مزيان وكيتعجن هذا على أيين، ومن بعد عاد ملي كتقبض اون فورم. احنا كنبغيو نوجهوا واحد الرساله، نبغيو نقولوا على ان هذا هو فضاء المعارض، يعني هذه هي البدايه، يعني هذا المعرض الاول اللي كيدار في هذا الفضاء، وهذه رساله لجميع الفنانين وجميع يعني التشكيليين والعاملين في المجال ديال الفن التشكيلي، انهم هذا الفضاء هذا ديالهم وممكن يجيو ينورونا الاعمال ديالهم الابداعيه، ومرحبا بهم. المعرض افتتح يوم 3 دجنبر وامتد إلى 5 يناير 2019 نزولاً عند رغبة الكثير من الزائرين.